جميع اللعاب اللي قدموا مجهودات اليوم صراحه. داود هذا الفوز للشعب المغربي، وحنا راه ديما معاكم واخا كي خسرتوا كي ربحتوا، حنا راه فخورين بكم وشكرا. تفرجنا في الماتش كله من البدايه حتى النهايه، صراحه فرحونا الاسود المغاربه، كنتمنوا لهم النجاح والتوفيق في قطر، وحنا مشجعينهم ومتابعينهم ان شاء الله، كنتمنوا يجيبوها الاولاد ديالنا ان شاء الله.